ترسدني انا يا حيوان، انا ترسدني يا ابن الكلب. اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. الحقوك مني يا ابني، تعالى سكيورتي يا الجزمه، تعالى تعالى يا صابونه يا وز. انت الست اللي بتسميك ايه في الجامعه يا صابونه يا وز؟ انا هطلع بقى الاستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم، طلعت فيها الواد مكتب بتاع الاي تي. فاكر نزيه بيه؟ نزيه بيه؟ ما استناه، استناه يا حسين، استناه. انا ترفد صابونه يرفدني؟ ماشي ماشي يا صابونه. عايزك تهدى بس ما تطورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا، وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه، استحاله. انا جاني فيه شكاوي كتير قوي. انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها، لانها هي بقى لها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني 5 دقايق جد؟ خلاص ارفدوا. ما انا رفدته كده كده. انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد الناس اللي هتركبه محتاجين 9 ايام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده هيحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز متوصل بالاسم، كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل، بحيث انهم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرسه ولا شوشره، دول 2 ساعة، يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير، ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟